بتوقيع من كبار قادة القوات المسلحة المصرية، أزاحت الوثائق المفرج عنها مؤخراً الستار عن أسرار الخطة جرانيت 2 المعدلة خطة العبور. الخطة جرانيت كانت مهمة، لأن مهما تقولي إحنا هجمنا بخمس فرق، ومتبان بقى الخريطة، والخريطة الخطة جرانيت 2 المعدلة، وماضي عليها الجمسك رئيس هيئة العمليات، وماضي عليها الشاذلي رئيس الأركان اللي بيمضي، وتصدق من أحمد إسماعيل، وموجودة متعلقة في مركز 10 وما كنا قاعدين. لما تشوفيها بقى وتشوف الخمس فرق اللي عبروا، تلاقي المهمة بتاعتهم وصدهم قوات الدفاع الجوي في الغرب القناة، ومرسوم الحدود بتاعت التدمير، لو أي طيارة إسرائيلي دخلت تدمر منطقة الكباري داخلة فين، ال 12 موجة محطوطين على الخريطة. فأنت شفت الخطة كلها بتاعت العبور موجودة على الخريطة. حقائق أخرى كشفت عنها مجموعة الوثائق التي أفرجت عنها القوات المسلحة المصرية وحملت كثيراً من المفاجآت. المفاجآت اللي كشفتها الوثائق، الكلام ده ظهر تماماً في خطة العملية، خطة العبور وتحقيق المهام بتاع القوات المسلحة شرق القناة. ظهر جلياً ما أكده رئيس السادات رحمة الله عليه وما أكده كل القادة، أن التخطيط كان باستيلاء على خط المضايق، وخط المضايق ده هذه المهمة اللي تنفذت طبقاً للتوجيه السياسي اللي صدر من القائد لها القوات المسلحة لوزير الدفاع وقتها، اللي هو تحرير سيناء طبقاً لقدرات القوات المسلحة وعلى مراحل. وبالتالي الكلام ده كان ظاهر تماماً في القرار، في خطة العمليات. في عهد الرئيس جمال عبد الناصر وضعت الخطة جرانيت بعد حرب يونيو حزيران 1967، ثم طورت لاحقاً في عهد الرئيس محمد أنور السادات لتحمل اسم الخطة جرانيت 2 المعدلة. خطة جرانيت من الخطط اللي بدأت مع وجود الرئيس جمال عبد الناصر بعد حرب 67، والخطة جرانيت أعقبها وثيقة أخرى الجرانيت المعدلة. التعديل جه نتيجة إيه؟ نتيجة إن إحنا الكم الأسلحة اللي كان عندنا من الاتحاد السوفيتي قليل، لكن كان بيزيد، فكل ما يزيد تتعدل الخطة، فابتدى يبقى عندنا جرانيت المعدلة واستوعبت كل ما هو جديد. برهنت الوثائق المفرج عنها على مجموعة من الحقائق، كما نسفت كذلك تلالا من الأكاذيب روجها العدو. ما يقدرش حد بقى يقول لك دي تمثيلية، فاكرة كانوا قاعدوا دي تمثيلية دي مش، لا ايه ده، خطة عمليات كاملة موجودة على خريطة متوقع عليها كل الناس. فطبعا مفيش بقى ان حد يشكك، وان حرب اكتوبر دي كانت تمثيلية. انا اذكر ان الفريق الشاذلي والقيادة العامة للقوات المسلحة كانوا مهتمين دايما يتكلموا على البدر، الخطة بدر. الخطة بدر كانت جزء من الخطة جرانيت، اللي هي مرحلة اقتحام قناة السويس، تدمير خط برليف، صد الاحتياطات وتدميرها. الجزء ده يعني اعتقد اللي كان ممكن يطلق عليه بدر. في تصريحات جولدا مائير كان دايما بتقول ان الجندي الاسرائيلي الجندي الذي لا يقر، وان قوات اسرائيل قادرة على انها تقوم باي اعمال. ما حدث في حرب اكتوبر 73 وفي العملية بدر بالذات، يعني الحقيقة ده بيؤكد هدم هذه النظرية، وكل ما قيل في هذا الاتجاه كان يعني من محض الغرور والكبر والغطرسة. رغم مرور كل تلك السنوات، ستبقى حرب أكتوبر المجيدة حدثا فارقا في تاريخ الحروب النظامية، ونموذجا يحتذى به في علوم التخطيط العسكري. رغم انقضاء أكثر من نصف قرن على حرب السادس من أكتوبر تشرين الأول، خرجت إلى النور تلك الوثائق المفرج عنها مؤخراً لتكشف أسراراً جديدة عن النصر المجيد، وتسجل بطولات ستظل خالدة للجيش المصري العظيم.